السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة اللي تنتظرونها جميع عرف من فترة تنتظرونها وكلمون عنها حتى في القناة ودائما تقولوا وين سيتي سكايلاين وين ها وين ذاك. We were sorting out things، يعني كنا نرتب شوي شغلات ترتيب سوي على شكل ذاك شكل. الحين خلنا بس ناخذ لنا أرض جديدة، أبغى أسوي شيء على البحر، بس اللي هي لاني بسوي خدمات. زين الخدمات شو بتكون يا جماعة؟ اول شيء خلنا نبدأ نسمي. اوكي خلنا نسمي ال هاي بزون عادي، بس ما بسوي فيها شيء. هاي اول اندستريال مالنا، هذه احمد خطاب اندستريال، مع اول اسم خطر عبالي. زين، وطبعا بتكون المدينة بعد. خلنا نسويها شوي قوانينها. بنختصر الى لا ما بختصر، خلي احمد خطاب مو مشكله، خلي اسامه طويله. انزين، هاي احمد خطاب داون تاون. الحين بسوي منطقه تعليميه اليوم، لازم نسوي منطقه تعليميه. منطقه تعليميه بتكون هني مقابل بيوت، بتكون منطقة تعليمية راهية، يعني مش منطقة تعليمية عادية. انزين، ولماذا؟ لأن اصلا ابغى اغير الجنكشن هذا. لحظة، الجنكشن هذا بيسوي لي ازعاج في حياتي. انزين، لأن يا طويلين العمر هذا مشروع ناجح، هذا الجسر. خلي وقف اللعبة. ويت هني نحط هذا. انزين، طبعا نحط هذا السيده. اوكي يا جماعه، لازم اشتري هاي للاسف. ما اقدر نكبني، ما اقدر اكنسل اللي داخل، بس اقدر اكنسل من برا. شو بيستوي؟ شوفوا راح يصير كبير. هذا اكثر شارع في العالم عملي، انا استعمله لانه عملي، ما استعمله لانه والله فنان وكول. لا، مش اكثر واحد كول، خلنا نكون واقعيين شوي. لكن الحين لازم نسوي ترتيب. ترتيب هذا كيف يا حبيبي؟ انا متاكد اني لقيت كليك على هذا. انزين، ونحط هني وبنكسر. يوم بنشتري شارع ثاني بنكسر. ما عليكم. انزين، وبنسوي شارع ملتف بالطريقة هاي. بنخليها حتى في المستقبل، ما اظن بنغيره. انزين، بنسوي بالطريقة هاي. اوكي، بتسألون اكيد حد بيسألني ليش احمد خطاب وشو السالفه من اول. في متابعين دائما موجودين، مزرعين في المخ، وكلكم على فكره مزرعين في المخ، بس ما اعرف ليش. انا بروح ادور صدق، بس اختار على اسمي، اختار على اسمي، اختار على بالي الاسم. خلنا نشوف شارع بالطريقه هاي. والله شارع منطقي ان يكون شارع بالطريقه هاي، ترى صدق شارع فوق شارع تحت. خلنا نرفع هذا شوي، خلي يستوي سيد الشارع. خلنا نعدل هذا هني شوي، وهاي خلنا نقدر نكنسلهم. لا ما نقدر، بعدين بنكنسلهم في المستقبل. بس هاي نفس الشارع الأولي اللي راح يستوي
بس بالطريقة هاي من الشارع الرئيسي. شوفوا من الشارع الرئيسي الى هاي، بعدين بنحطي سوري نسويه تقاطع بالطريقة هاي. اوكي هاي يبغالها شوي مشكلة، خلي نمد المسافة يطلع مضبوط. نعم شوفوا ايوه هذا شوي ابغى فرشة بالطريقة هاي. اوكي ماخذ مساحة بس اتنك اوكي زين، لأن هذا شارع المفروض انك بوسط مدينة زين، مفروض سبوزلي. بس شو بياخذ تصميمي من هذا؟ زين بس احس انه نص نص، لأن هل فعليا اذا بزيد الفتحات شو دائما هني سؤال اللي اخترع بالي، نسوي جسر 9 احنا تحت الجسر الاخير صح؟ يوصل بين الصوبين غير عن الجسر اللي يوصل الشارع نفسه صح؟ على اساس الغي شيء اسمه شو؟ يوتيرن. اليوتيرن هو يكسر الظهور. شوفوا فالمدينة هاي هني اللي راح تمتد. شوفوا انا بخبركم ليش، يعني هذا التصميم راح يتيح لي مبدأ اللي هو لحظة للنص تقريبا ايوه لين هني. لا سوري سوري زين خلينا ننزل الشارع وين دمرش ايوه خلينا نرد زيرو انزين ايوه هذا من الجهة الثانية نفس الشيء. ليش الحين كمنطقة تعليمية ان شاء الله عدم ما يتأسف علي. ايوه بالضبط بالضبط هذا المطلوب. شوفوا المدينتين وشبكات بالطريقة هاي بنفس الوقت زين، هنا بيكون في دوار طبيعي دوار مش هذا وهذا عود وايد. ممكن احط هذا الدوار ايوه هذا كدوار اختيار احسه طيب مو مشكلة عادي بتحملون شوي ما عليكم. نشل هذا ونشل هذا هاي بخليهم طبعا اخبركم زين. وين صار؟ يسار الشارع هذا ست ترينات هذا لا أربعة يستوي لين هني. حاب يختصر عليه زحمة حلوة ترى على فكرة. ليش؟ هاي الشارع ما بيكون وصول إلا يمكن تقاطع واحد بينه وبين المدينة، وبعدين اللي يبى يروح يروح الدوار. يعني نسوي نقطتين مختلفات بعيدات على اساس اللي بيدخل شكرا اللي يبى يدخل يدخل منهن، ولا ممكن حتى نستعمل هذا الجسر هذا الحين ممكن نستعمله. ليش اخبركم؟ لانه في كوبي حق هذا سوي له بيست وين هني مثلا. اوكي مشكل حد يبى شو يبى الشارع هذا حلو سوي حشيش بعد. اوكي مشكل حد يبى هالشارع، مشكل حد يبى اليوتير، مشكل حد يبى يدخل وين الشارع سيدين. لا مشكلة عادي اوريدي اوكيباي ثبت هذا ترى. شو بسوي؟ كليك حق هذا زين نسوي اصغر شويه
هني شوفوا شكل الشارع التفافي أكثر. أنا أحسك يثير لا، بس خلنا نشيل هاللي فوق، نشيل هذا، خلنا نشيل هذا، دخل 6 شوارع. سبيسر دكي باي ويت، ها معناه نشيل هذا كله يكون أفضل. الأساس شو نسوي؟ نسوي كوبي حق المشروع كامل هني، لأن بي من هاي واي فأحس إنه لازم يتحمل شوي ضغط. المشكلة بس إنه كيف أخليه يتحمل شوي ضغط، عرفتوا؟ حتى أسوي بالعكس، تعرفون؟ أسوي بالطريقة هاي ترى بعد مشروع ناجح، تعرفون شيء؟ ممكن يكون أفضل بعد. لا لا لا، خليك على مينونك ديك، شو خذين عنا. انزين شل هذا، بشل هذا، هذا بشل هذا، برد أسوي امدادات. هذا بيقعد هنا، أنا اللي طلع راح بركب بيست هاي. بس السناب ماله شوي، اوكي 200 200. حركنا هذا، باقي لنا بس نسوي على هذا بروحه، وننزلنا الشارع هذا هني. شوفوا ما احلى الشارع الحين، طبعا 6 سيدات استوى، ف خلنا نسوي له ابجريد. ما اقدر، لا ما اقدر، عندي وضع الابجريد صعب. نسوي الطريقة هاي، استوعبنا تقاطع، التقاطع جيد جدا. نشوف يعني بيكون عملي قدر الإمكان نسبيا، بس هني شوي معوق. لحظة خلنا نرفع مهني، خلي يبين انه جسر، يعني يطلع يكون عنده جسر. انزين هاي المنطقة العشارة بتكون شوي سكنية والمدارس داخل، عم بسوي ان احنا زحمة في مكان معين. اول شي خلنا نسوي هذا هني، هذا هني، اللي يبغى يروح الدوار يروح الدوار، ونبى نسوي 9 10 هاي 12 تصور يباله 13. زين نرد على الارض على 0 ورد نشبكه، هاي رده من فوق الشارع. شوفوا بس بيرفع من هالصوب، مدينة مميزة هاي بتاع احمد خطاب. لازم بيكون طبعا كل مشكلة المدن باسم شخص واحد، بنسوي عدة مدن ان شاء الله تكون جميلة جدا. انزين هاي تقريبا جيد جدا، في عندنا اللي هو يوازي اليوتيرن، يعني الناس تقدر ترجع بعد من اماكن ثانية. شوفوا الحين هذا الشارع شيء مبدأ غير، بس اوكي اتز نايس، اي لايك ات نوعا ما. زين الحين خلنا نسوي لنا هي الرصة اللي على الشارع اللي تفرق. رصة اللي على الشارع اللي تفرق، خلى فاضي على البحر.
مو مشكلة. زين خلى فاضي. اوكي مثلث استوى، اعتقد اتس فاين، عادي يعني، مش شيء يصير خبيه. انزين بنسوي لنا الشبكة كالعادة، اللي هي هذا هنا بتكون احلى. خلى هنا فضاوه شوي. عالنزلات بنحط فيهن هاي. انزين اول شيء بنبدا نحقن نجيب الكهرباء. الكهرباء وين؟ الكهرباء قريبة اصلا. لو احطي لي بوينت هني اصلا امور طيبة. اوكي اول شيء بسويه، لان نحن محتاجين مدارس. وين المكتبة؟ مكتبة ما فتحت. في مكتبة المفروض، ما اذكر وينها 100%، لكن في مكتبة افتراضا المفروض انه في مكتبة. نحطي طبعا منطقة تعليمية، مش معناها كلها مدارس، بس منطقة تعليمية من باب التعتيم، من باب ان فيها يكون مدارس، فيها تطور مدارس. زين الحين ما مديت الماي طبيعي، هي سلسلة خليل اذا مديت فيها ماي. هاي الصراحة التي انا في اللعبة، هاي كل ماي اسحب عليهم، والله اسحب عليهم، ما اسوي لهم سالفة. انزين طب تردي. انزين الحين بنحط الخدمات، وتعرفون انتم خلاص تعرفون السيستم الباقي. هاي اللي يبون دكاكين هني، 4 دكاكين. عننزله كل الدكاكين من الجسر، عننزله من الجسر كل الدكاكين. انزين بنسوي لنا هني، لا يبغى المكان حق قطار، هني يبغى الاخطر. والله بيكون ممتاز. مترو، المترو بستعمله الحين كشبكة داخلية قريبة على فكرة. القطار ابغى استعمله من مدينة لمدينة، انتوا فاهمين الفرق معاي؟ ترى الفرق وايد، ترى في فرق. تخيلوا انتوا من مدينة الى مدينة، اوه يعني هني لازم بيكون في قطار. ها اول شيء، بس القطار يمتد مثلا من هني، والشارع نزل مع هذا، او اكثر هني. مكان حلو، مكان جميل بيكون. انزين خلينا نحط باصات. ويت، ما ابو باصات على الشارع العام، بيمشونهم شوي، ما عندهم مشكلة ترى يمشون، بس على الاقل في عندهم اماكن باصات قريبة. هذا الباصات الداخلية، عندنا الباصات اللي تطلع الى هنا، ما توقف الزحم الشارع كله، لا توقف وقفتين. هذه بيلفونها الصوب من المدينة، شوفوا الباص كيف سيدة مرة. هذا ها بالنسبة لهاي المدينة. وعندنا يبون المترو غير موجود، البوت لازم نسويه طبعا، البوت لازم نسويه. زين خلنا نسوي مجموعة حدائق. أول شيء هني بيكون في على أساس محطة بسط، صح؟ خلنا نسوي حديقة، وانت نازل من الجسر تشوف حدائق حلوة مرتبة بشكل، شوفوا غير عشوائي هاي. زين راح يقول لي عشوائي تحطي. زين سلام، شو حطي لهم الحين يا جماعة؟ تنس، تنس بيكون حق المنطقة كاملة اذا حطيته، فما ينفع هني، لازم نسوي لنا منطقة هني. خلنا نسويها، هاي منطقة، شو
شوفوا الشارع هذا زين هني بالطريقة هاي، هاي المنطقة تكون هاي الطريقة. أنا ليش نزل عندي تحت؟ هذا السؤال. أندر جراوند ليش؟ شو السالفة؟ سلامات يستهبل علي والله، ما يعرف اني بدقه يستهبل. طيب في عندي بيسبول، ولا بيسبول زين، يكون عندي في تراك فيلد، يكون عندي في باسكتبول كورت. بس ويت 1 and 2 يبالهم ماي اكيد. شوفوا قلت لكم والله عارف، بنحط جنبهم حديقة حق الشيبان يوصلون عيالهم. انجليز يحبون حدائق، حديقة اكبر هني. اوكي الحين مش محتاج حديقة، الحين محتاج الوضع باركنات. انزين يا الباركن تعال يا الباركن، وين اللي تري باركن حق شو مجرم نزار. لحظة هذا مشروع، هذا مشروع اذا اسوي هذا هني الشارع في باركنات نفسه. مشكلته شكله شوي قبيح بس لا مو ببدر. ها ماركن ماركن 3 4 1 2 ماركنات لازم فل يكون. هذا الشعب هني ما يفكر في شيء اسمه ماركن. شوف الباركنات اللي في حول المنطقة قابل للتعديل فيما بعد، بس صبر ويت عندي شيء هنا اقضي. لحظة هاي الشارع عند ملاعب، ويت لازم من تدخل يكون في حشيش ودنيا وحركات وهذا وذاك. ويت ايوه بس على دخلة الملاعب، بس لعيون الملاعب هاي المنطقة والله جميلة بتكون الصراحة. خلي شو وضع الماي عندي ووتر افاليبلتي. لحظة كيف فلوس عندي وضعها؟ وين من المي كنت حطينا هذا؟ مش هذا اللي انا حطيه، هذا اللي هو هذا. كم يبغى فلوس؟ 23,000 اوكي مو مشكلة، اديك 23,000 حق شوي. انزين ونبى يحسوا عندنا نقص محلات تجارية، ابو محلات تجارية شوي على الشارع هني. نبى بيوز على البحر، ونبى محلات على اللفة هني عشان نحط خدمات على البحر عقب شوي. انا اتصور تصوري الشخصي في مكان 33,000 بس المشكلة مش في المبلغ حاليا، المشكلة يا اصدقائي ان هني كنت بسوي شيء. شو كنت بسوي؟ ويت ايوه صح 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 ذكرت 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 سوري. انزين الحين اللي بنسويه مو ماشي حق الناس اساسا، انه تقدر تمشي لوين؟ بابا مماشي ممشى هني ما بمايل. نبا هني ناس تم تمشي 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 لان حدائق عندي، فلازم على الاغلب اذا عندك انت عندك حديقة شوي قريبة بتروح مشي يا اخي عادي.
ما عندك مشكلة على الجو الجميل وهذا، بس تروح مشي، وين المشكلة؟ مشروع غير ناجح هنا. انزين، فلازم نسوي شبكة حق الناس انها شو تمشي. زين ونبا ما استمشي لهني بعد لوين ما مش عادي يعني مش خرافي وهذا، لا عادي مش عادي. هذا الشارع، هذا الطريقة، هاي خلج قدام البيوت. هني ما بحط بيوت صح؟ ليش ما يكون مثلا ممشى هنا؟ هني ما بحط بيوت خلاص، بكنسل شيء اسمه بيوت هني. شوفوا من هني لنفس المكان ما بيكون في بيوت، شو بسوي؟ ممشى. خلنا نفكر شوي في الناس. انزين، الناس هذه بتبدا تمشي طالع المدينه، ترى في وايد فرق في العيش هي مسوي هالسوالف هاي حق الناس. انزين، ما استويت عندي حريقه بتحرق الدنيا، ما اعرف مدى فعاليه المركز هذا، بس صار فيه توايد بتكون فرديه وايد 1400 بس، والله بيغطي المنطقه بشكل محترم ترى. بعد حلو انه على الشارع، يعطي فكره للي جاي ان هالمكان ترى متعوب عليه. امن بيت في المدينه بنحطه هني، بيت احمد خطاب بيكون اكيد. مدينته بيقعد عند المركز. انزين، عندنا نقص شوي نحن، عندنا نقص شو اسمه، لحظه، عندنا نقص فلوس ماي، مش فلوس، فلوس أمور طيبة. حطينا هني، بنحط لبيب هني لين لو اعتبر هني. انزين، برفع الماي شوي، شوف بس. اوكي، كهرباء شو اخباره؟ نص نص يعني، نمشي من الالميوم. عندنا ايبر بلانت، هذا بيفرق يعني وايد وايد بيفرق. زين، نبه مكان حق هني بعد يسوي خدمات، اللي هو عندنا نحن تحت الجسر هني. شوفون المكان هذا شو بيسوي فيه؟ شوف هذا المكان راح يكون اللي هو هني، بجيب هذا جا، هذا بيروح لين هني، اللي هو راح يكون في كأنه واحد كبير. كم سعره؟ 100,000. بيتك هذا غني ممتاز حجمه حاليا، بيسوي شوي حشرة حق القريب منهم، بس عادي أمور تمشي.
قدرت أصبر جيتك. عندنا كهرباء تحت الأرض، أحلى شيء كهرباء تحت الأرض والله. إنزين، نحن بدينا نقرب لنهاية الحلقة الجميلة. أبا منكم كومنتات تحت، شارككم مدينة أحمد خطاب. هاي التعليمية بس ما حطينا فيها شيء تعليمي فعلي ترى. أيوة مدارس فنية قلنا نبا. يعني طبيون بيدرسوا آخر الدنيا، ما عليكم ترى. مدرسة داخلية هاي إلمنتري، نظام أفلام عجيبة. ستودنت ألف ستودنت شل، ممتاز. زين يا جماعة، هاي كانت حلقتنا اليوم. أشوفكم في حلقة قادمة على خير من سيتي سكاي لاين دي ال سي. لا تنسون من الحين أقول كمان لايك شير سبسكرايب. لا تنسون. هذا صوت الشبح. Goodbye.